بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. القول بالأفواه معناها أنها نسبة كلامية تصدر من اللسان دون أن يكون لها رصيد من اعتقاد القلب، وقد يوجد رصيد من اعتقاد القلب في شيء، ولكن الواقع غير هذا. يبقى كم نسبة عندنا؟ اعتقاد في القلب له واقع، كما تقول كان زيد عندي بالأمس، وصحيح كان زيد عندك بالأمس، يبقى ده حق صدق. وقد تعتقد أنت شيئا فتتكلم به ولكن الواقع مش كده، اعتقدت أنت، يبقى دي مرحلة اعتقاد في القلب ولا واقع له. يبقى الأول اعتقاد وواقع، خلاص، والثاني اعتقاد ولا واقع. إن كان اعتقاد وواقع يبقى صدق في الخبر وصدق في المخبر، وإن كان اعتقاد في القلب إنما الواقع مش كده يبقى كذب في الخبر، إنما ما تقدرش تقول المخبر كذاب وصدق في المخبر، لأنه قال على ما إيه؟ على اعتقاده. طب ومرة ما يكونش فيه اعتقاد خالص يبقى كلام بالبوق. ولذلك لما تتكلم واحد يقول لك ده فلان قال لي كذا، قال لك يا شيخ ده كلام بالبوق، هو ده كلام له يعني معناه إيه؟ ملوش إيه؟ ملوش رصيد، اسمه كلام فك مجالس، مش كده؟ ده كلام بالبوق، وده له كلمة، له كلمة يعني ايه؟ يعني ما يكونش الكلمة عن اعتقاد، بل يقول كلمة كده بس، قولكم بأفواهكم، كلمة يقولها وخلاص، كلمة تقال ويشتفي بها مشتفي وتنتهي المسألة. يبقى إذن ثلاث مراحل: واقع واعتقاد قلب، يبقى صدق خبر وصدق مخبر. غير واقع ولكن قلبا يعتقد، يبقى صدق كذب خبر وصدق مخبر. ما فيش اعتقاد خالص، كلمة بالبق، يبقى ذاك قولكم بإيه؟ بأفواهكم. طيب تعالى بقى، والله يقول الحق، والله يقول الحق، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو واقع ويجب أن يعتقد. ده أنت تشوف الإعجاز مش فيه إن هو يقول الواقع، ده هو يقع شيء فيقوله، يبقى صادق، صادق في الخبر، ويقول شيئا فيقع بعد أن يقول. إيه العظمة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، مش حاجة حصلت وبيتكلم عنه، ده حاجة لسه هتحصل. يبقى الله هيه صادق حين يقول ما كان، ويصدق حين يقول ما يكون. شوف العظمة بقى. يبقى اللي عنده المسألة واقعة واعتقاد يبقى أحسن، ولا القول بالأفواه أحسن؟ ده إن اعتقدتم ولم يكن واقعا يبقى قول الله أصدق، فكيف إذا لم تعتقدوا خالص؟ يبقى قول الله أولى ولا لا؟ والله يقول الحق، كأنه قال قارنوا بين قولين: قول بالأفواه وقول بالواقع والاعتقاد. إذا كان قول الله أقوى من الاعتقاد فقط يبقى من باب أولى، أقوى من القول بالأفواه، إيه؟ بالأفواه فقط. طب يبقى الحكم إيه؟ والله يقول الحق ويهدي السبيل إلى قول الحق. وهو يعني الله يهدي السبيل إلى قول الإيه؟ إلى قول الحق. إما للحكم إيه يا الله؟ ادعوهم لآبائهم. ليه؟ عشان ما تتجرؤوش على أنكم تنسبوا الأشياء إلى غير أهلها، لأن لا يجرأكم على أنكم تنسبوا العبادة لغير مستحقها، وتنسبوا الخلق لغير الله، تسندوا الخلق ده كله لحد تاني، لأنكم جرأتم وخدتوا الولد من أبوه ونسبتوه لمين؟ ونسبتوه لواحد. ولذلك قلنا إن الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن عبادته يقول وبالوالدين. ليه؟ لأنهم سبب الوجود، سبب الوجود الثاني بتاعك. فإذا تجرأت على إنكار أو عقوق سبب الوجود الثاني يجرئك على أن تنكر سبب الوجود الأول. نعم. ادعوهم لآبائهم، هو أقسط
عند الله. شوف شوف بقى تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال هو قسط كان يبقى عمل النبي جور مش كده، لكن لما يقول هو أقسط يبقى عمل النبي ايه؟ قسط برضه، بس قسط بشري، وده قسط ايه عند الله؟ أقسط. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. طب يا أخي يجري على ألسنة الناس كلام يخرجنا، انت تقول الواحد تعالى يا ابني روح يا ابني يا ابني اعمل شيء يا ابني انت مش عارف الله وهو مش ابنك. طب ما هو زي ما يقول له يا ابي كذا يا با فلان ويا با علان، قال دي كلمات تجري على اللسان ولا ايه بيقولها يا ابي يا ابو يا ابويا فلان، ده بيقولها احتراما، وانت بتقول له يا ابني إيه؟ تحنينا وعطفا واحتراما. دي بلاش يقوم ربنا يخطط لنا ويقول هلنا ايه يقول ايه، ذلكم أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. بإنك تقول لولد يا ابني وولد يقول للتاني يابا، يبقى دي ما يقصدش بها البنوة الحقيقية، إنما هي بنوة التعظيم في الأول وبنوية الإيه؟ العطف في الإيه؟ والحنان في الثاني. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وإذا ما تعمد، إذا كان في يمين اليمين اللي بنحلف بالله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تقول والله لا تيجي تاكل، والله ما مش عارف إيه، والله إيه، ربنا عافاك بيدي، قال لك لأن دي إيه أنت ما تعمدتش إنك تحلف وتعمل، دي كلام يجري على اللسان، والله من يواكل، والله من جاي، والله مش عارف من إيه، قال إيه لا يؤاخذكم الله باللغو، فإذا كان قد سمح وقبل اللغو في ذاته وفي صفاته وفي الحلف به فكيف لا يقبله في مثل إيه؟ في مثل هذا. نعم. وليس عليكم جناح أي إثم أو معصية فيما أخطأتم به. الخطأ هو أن لا تذهب إلى الصواب لا عمدا، أن لا تذهب إلى الصواب لا عمدا خطأ. ولذلك إحنا فيه خطأ نصوبه ونصححه، وبعدين بعد ما نصوبه له ونصححه لنلزقه في مخه، إن غلط فيه تاني نعاقبه. طول السنة الولد يغلط في الكراسة ونعمل له إيه؟ نصحح الخطأ بتاعه، نبقى منعاقبه؟ لا. طب في الامتحان بقى في آخر السنة إيه؟ نقول له لا ده احنا عملناها لك كتير بقى وصححناها لك ومش عارف إيه، ما كانش صح إنك إيه؟ لا أنت تسقط بقى. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. احنا قلنا زمان أن الفعل إذا كان مسندا إلى الله سبحانه يجب أن تعلم أنه انحل عنه الزمان، يعني ما فيش زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل بالنسبة للأفعال من الله. كان الله غفور ولا يزال غفورا رحيما، ولا كان بس الاول، لا كان. طب ازاي دي تيجي؟ قال لك ليه؟ لان الاختلاف في الحدث للزمن انما ينشا من صاحب الاغيار، وما دام الله كان غفورا رحيما ولا يطرا على الله تغيير يبقى هو بس لسه برضه كده مفهوم. ولذلك الخوف من ايه؟ من اصحاب الاغيار، انما اللي ما عندوش اغيار كان غفور رحيم ولسه غفور، لان ما يجي ما يتغيرش. ولذلك يقول لك ايه؟ تغيروا من اجل ربكم، يعني انت مش ماشي مستقيم، اتغير من اجل الله، لان الله لا يتغير من اجلكم، انت اللي تتغير من اجل مين؟ من اجل الله، انما ربنا ما يتغيرش من اجل ايه؟ من احد. وما دام كان غفورا رحيما وهو ما يطرأش عليه التغيير يبقى ايه؟ يبقى لا يزال ايضا غفور ايه؟ غفورا رحيما. احنا نلاحظ ان كلمة غفور ورحيم يجوا مع بعض دايما كده. قال لك ايوه، لان الغفر سلب عقوبة الذنب، والرحمة مجيء احسان جديد بعد الذنب الغفر. ازاي يعني؟ انت مثلا لا مؤاخذة جه واحد دخلت عليه لقيته بيسرق البيت،
يمكن تمسكه وتوديه للايه؟ للقسم. تقول له يا ابني انت باين ابن ناس وانت مش عارف ايه بتاع الشيخ، روح خلاص. يبقى غفرت له ايه؟ ذنبه، وسترت العيب بتاعه. وهو خارج كده رحت حاطط في ايه جلك في جيبك كده، قول له خد يا شيخ استعين بيه ده على ايه. يبقى الرحمه تيجي بعد المغفره، تغفر له الزله والعيب، وبعدين ايه تحسن اليه. هناك لما ربنا قال وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، شوف برضو ربنا سبحانه وتعالى وضع اساسا للمغفره، اول اساس، فعاقبوا بمثل ايه. طب وانا ضربني واحد الم، انا ضربه الم، طب ما يمكن هو راجل ضعيف وصحته على قده والالم بتاعه يا دوب ما عملش فيه، يمكن انا ايدي صعب شويه ضربته الم تبقى اكتر من طب وانا اضمن المثليه دي ازاي؟ تقوم ما تدخلش في متاهه وقول يا شيخ ولا انا ضارب ولا انا عامل، لان انت زودت حتت ايه منك قصاص. الله يقول ما دام ايه وان عاقبتم ايه فعاقبوا ايه بمثل ما انا حكيت لكم حكايه زمان او في جلسه اخرى لغيركم، ان كان في واحد مرابي، واحد راح استعار منه مال اقترضه، فقال له معاده كذا وان تاخرت عن يوم كذا يبقى انا اخذ منك رطل من لحمك، وكتبوا الشروط وكل حاجه. فتاخر الراجل فراح اشتكى القاضي، بقى مساله قانون المتعاقدين بقى شروط المتعاقدين. فالقاضي ذكي ولبق والهمه الله، قال له شوف يا سيدي انت صحيح تاخد منه رطل، بس احنا هنوقفه هون نجيب لك سكينه ونوقفه كده وتروح ضارب السكينه خبطه واحده كده تطلع الرطل، النقص نكمله منك ونزاد ناخده منك. قام قال يا شيخ ولا انا عايز لا ده وايه. يبقى كده قوله وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم باول مرحله في الايه، لان مين يقدر المثليه دي تقدرها ازاي؟ انت ما تقدرش تقدرها، يقول يلا بلاش. وبعدين يقول في ايه ثانيه وان تعفوا وتصفحوا يبقى هو خير، في يروح مفسرها بحيثيه ثانيه يقول والكاظمين الغيظه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما معنى كظم الغيظ؟ واحد عاقب عمل فيه حاجه وانا انغصت فبدي اضربه زيه، ولكني كظمت غيظي. معنى كظم الغيظ انني ما انفعلتش انفعال غضبي عشان اعمل فيه حاجه، وخليت الغضب في ايه؟ في قلبي برضه. لكن العافين عن الناس تطلع الغيظ من قلبك الاخر. يبقى اول مرحله ايه؟ المثليات ما يمكنش. تاني حال اكظم الغيظ، الغضب لسه في قلبي انما ما اعملش عمليه. قول له يا شيخ روح روح. تاني مرحله نعمل ايه؟ نطلع الغيظ من قلبنا ونعفو. ثالث مرحله ايه؟ تحسن اليه، تحسن اليه. اهي دي زي الراجل اللي دخل واحد بيسرق ستر عليه ولا ودهش الاسم ولا اي حاجه وهو طالع اداله ايه؟ يبقى اذن الرحمه بعد الايه؟ المغفره. طب ايه الرحمه؟ ان يميل انسان بالاحسان لعاجز عنه. يعني واحد قادر وواحد عاجز يقوم يميل له بالاحسان تبقى اسمها ايه؟ فان كان الامر بالعكس فلا يسمى رحمه. ان رحم العبد، ان مال عبد الى سيده باحسان لا يقال انه رحمه، لازم يكون ايه؟ اقل ايه منه. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ايوه نسينا نقول ان المغفره دايما تيجي قبل الايه؟ قبل الرحمه. قال لك ومره تيجي الرحمه قبل المغفره. نجيب لها برضو صوره كده نقربها. واحد برضو دخل بيته فوجد لصا، راح مسكه اللص، قام الولد ارتج ولقاه ابن ناس ومش شكل حرامي ومش شكل مش عارف ايه. هيقول له والله يا سيدي انا والله العظيم ما اكلت بقالي يومين ولا ما اكلت بقالي يوم. يقوم يقعده ويجيب له اكل ويدي له ايه ياكل،
وبعدين بعد ما خلص أكل إذا كان من الممكن ياخده ويسلمه لمين؟ للشرطة. قال له يا شيخ روح انت الآخر، تبقى الإحسان جه قبل مين؟ قبل المغفرة. ولكن هذا هو القليل، لكن المغفرة تسبق الإحسان، الرحمة تسبق المغفرة تسبق الرحمة. ولذلك لما القرآن يجي يقول إيه؟ وننزل من القرآن هو شفاء ورحمة، ده شفاء ستر للمرض، هي دي المغفرة ستر للإيه؟ ولكن الرحمة أن لا تبتلى أيضا بالمرض من الأول كده، ما يجيش المرض، يبقى الشفاء يوجد داء فإيه؟ فيشفيه، إنما الرحمة أنه ما إيه؟ ما يجيش الداء خالص. بعد ذلك لقائل أن يقول ما موقف زيد حينما يكون اسمه زيد ابن محمد والشرف الكبير ده، وبعدين يصبح زيد ابن حارثة وينزع منه اسم محمد؟ مسألة سلب نعمة عنه لازم تؤثر في نفسه. إنما ده زيد مؤمن وسمع وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يبقى احترم فعل رسول الله أو احترم أمر الله وتنفيذ رسول الله، يبقى هو إنما الناس هتقعد تلوك بقى تشوف بعد ما كان وبعد مش عارف إيه، والمرجفين بقى يقعدوا بقى إيه يتخنوا عقله بقى، بعد ما كنت بقى تسيب أبوك وتقعد له وبعد ذلك يعمل الشغلة كده. قال لك اسمعوا، ما تبقوش أحن على زيد من محمد، لأن رسول الله أولى بالمؤمنين مش بزيد من أنفسهم، النبي أولى بالمسلمين جميعا من مين؟ فما بالك بزيد؟ ما تحننونيش على زيد وتقولوا ده أنا عملت فيه. طب ما تشوفوا ربنا ده إيه؟ ليه بتغمضوا عندي؟ الله جعل اسمه زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد، إنما هات لي كده صحابي من صحابة رسول الله أعطي وساما من الله بأن اسم العلم يذكر في القرآن ويتعبد بتلاوته. إيه دي؟ ده لا فلما قضى زيد منها بقى مذكور بالقرآن والقرآن خالد، يبقى ذكر خالد، يبقى عوض ولا ما عوضوش؟ عوضوا عوض كبير قوي، يبقى مش فاهمين بيستروا دي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هي الأولوية دي تبقى إيه؟ قال لك واحد بيحسن على الأبعاد، قبل منها بيحسب على القريب اللي في حاشية بعيدة مش كده، وقبل منها يحسن على القريب اللي في حاشية قريبة، وقبل منها يحسن لنفسه، يبقى كم مرحلة بقى يحسن على مين؟ للأبعاد الأول اللي ملهمش قرابة بيه، وبعدين اللي قبل منها يحسن على مين؟ على الناس القرابة الايه؟ البعيدة، ويحسن على القرابة ايه القريبة، وبعدين يحسن ايه؟ يبقى أول حاجة الإنسان بيحسن فيها لمين؟ لنفسه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن ايه؟ بمن تعول. ولذلك كانوا يقولون إن أوطان الناس تختلف باختلاف هممها. كلمة وطن تختلف باختلاف همم الناس، فرجل وطنه نفسه يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد، هذه واحدة، ورجل وطنه أبناؤه وأهله، يبقى ده يقول لك ده رجيل، إنما دوكا بيسميه إيه؟ عالة. طب واحد بقى بيسيب الأصول والفروع ويتعدى شوية، أم قال لك ده بقى رجل. طب واحد خد القرية كلها وبر بها كده، أم قال لك ده الرجل. طب رجل راح بقى رجل العالم كله بيدي للإنسانية كلها، قال لك هذا فلسفة الرجل. فلسفة إيه؟ فلسفة الرجل. يبقى كل واحد ما يوسع دائرة الإحسان ودائرة المعروف تبقى الرجولة بتاعته دي المقياس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أهم حاجة في الإنسان إيه؟ مش نفسه؟
الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يبقى جاب أهم حاجة والرسول أولى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا مات رجل عليه دين وليس عنده وفاء لا يصلي عليه ويقول صلوا على أخيكم، ما يصليش هو عليه. ناس يقولوا الله وده ذنبه ايه مديون وبتاع ما يصليش عليه، قال هو منع الصلاة ولا قال صلوا على أخيكم؟ صلوا على أخيكم، لما هو ما صلاش. طب ليه؟ قال لك لأنه هو قايل في حديث تاني من أخذ أموال الناس يريد أداءها، ما قالش أداها، لا أدى الله عنه، ربنا هو اللي يأدي ما دام في نيته أنه يأدي، هو مش هيأدي، إنما من اللي يأدي؟ الله. فحيث لم يؤدي ومات وعليه يبقى كان في نيته أن لا يؤدي، يبقى أنا ما صليش عليه. فلما نزلت نزل قول الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال اللي يموت وعليه دين علي يعني. بقى أولى من إيه؟ أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم. يبقى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى ما دام هو عمل كده يبقى لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أي إنسان ومن نفسه به. ما هو النبي أولى بالمسلم من نفسه، يبقى لا يجب أن يكون رسول الله برضه أولى بالمسلمين من إيه؟ أولى لا يكون الناس النبي أولى بهم من إيه؟ من نفوسهم. أم قال لك وده صح؟ ألم يقل رسول الله أمام عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه؟ فسيدنا عمر قال له يا رسول الله أنت أحب إلي من مالي ومن عيالي ومش إنما نفسي يعني لا. شوف صدق المنطق، قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. قال له يا رسول الله يعني، قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فسيدنا عمر رأى إيه المسألة إيه عظيمة، أم عفطن عمر إلى الجواب وقال ما دام الأمر عظيمة فلا بد أن الله أنطق رسول الله بحب غير الحب الذي أعرفه، ده لازم الحب العقلي، الحب بالعقل. لأن لما يجي يقول أنا لولا، وهو نفسه قال ما عمر لولا الإسلام، يبقى أكن محمد، يبقى لازم بعقله أحب إليه منه. هل الإنسان يحب الدواء المر بعاطفته أم بعقله؟ بعقله. ولد ذكي وهو ابن عدوك تحبه بإيه؟ إنما تحب ابنك الغبي بعاطفك، ففيه فرق بين الحب. أمال إيه؟ ما يحب الولد ويحب اللي يقول ده سلام على الولد، الولد ويمدحه يبقى مبسوط بيه مع إنه فاهم إنه غبي. ولذلك مشهورة القضية عند العرب، مشهورة إن واحد كان عنده ولد جهبه في آخر الزمان بس طلع متخلف وبقى كبير قوي كده، إنما لسه فيه طفولة الحب. وشوف بقى العيل لما يبقى هايف كده وطويل كده وهايف. فكان الناس يدخلون على الرجل إن أرادوا مساعدة منه بأنهم لما يروحوا يشوفوا الولد ما شاء الله الله يبارك ده الولد مش عارف إيه، ويقعد يمدح له فيه شوية، الراجل ينبسط قوي وبعدين يميل عليه يقول له والله عايزين 100 جنيه يوم يدهم. فواحد جاء أصابته ضيقة فقالوا له اذهب إلى فلان وشوف الولد كده وامتدعه شوية وطبطب عليه وبعدين اطلب طلبك. فالرجل قعد وياه ينتظر الواد يجي، الواد ما جاش، قعد وطول. صاحبنا يبص له يعني عايز ايه برضه يتغطرش شوية، لو سلم كبير كده والولد نازل من على الايه السلم عليهم في البهو كده ونازل طويل وهايف كده وقاعد يتمختر مش كبير قوي. وبعدين يقول له يا بابا يعني بكلامه، قال له انا نزلت على السلم لوحدي. قام الراجل قال له مين دي؟ قال له ما هو بسلامته اللي بتدعو له. قال له يا شيخ الله ياخده والارزاق على الله.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم، أزواج الرسول أمهات للمؤمنين. قال بعض العارفين: وما دام أزواج الرسول أمهات للمؤمنين فتبقى خديجة أم لرسول الله لأنه أول المؤمنين، ولذلك كانت تعامله مش معاملة الزوجة، معاملة الأم. يعمل كده تطبطب عليه وتقعد وتحطه على رجلها وتعمل ويغيب على الجبل تروح لوداه الأكل. وبالك لو كانت بقى واحدة من صغيرة كده وبتاع كانت تقول للراجل جرى له حاجة، الراجل هذا إيه اللي حصل له؟ انما دي ايه تطبطب عليه وتاخد الورقه وتعمل مش عارف ايه. بقى كان في حاجه الى ام ولا لا؟ حاجه الى ام. طيب ازواجه امهاته، امهات المؤمنين. ليه؟ ام قال لك: وما كان لكم ان تنكحوا ايه لا ولا ان تنكحوا ازواجه من ايه من بعده ابدا. ليه؟ لان الرجال الذين يختلفون على امراه توجد بينهم دائما ضغينة. ولو كان الواحد مطلق الواحدة هو مطلقها وكريه، ولما يجي واحد تاني يتجوزها يبقى حلي تقود الوقت. فلأجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه ما يصحش أن حد ما يكونوش فراشا لغيره أبدا، ومدام ما يكونوش فراش لغيره يبقوا أمهات للمؤمنين جميعا. بس المسألة ما تتعداش هذه. ليه؟ قال لك: لان افرض ان لها بنت يبقى الناس ما تتجوزهاش عشان بنته تبقى ايه اخته؟ لا، تبقى هي المساله ما تتعدهاش هي بس، هي بس، انما بنته يصح ايه يتجوزها. طبعا الاول ازواجه امهاته، لانه لا يصح لانسان مؤمن برسول الله وبيعتله المرتبه انه يخلف رسول الله على مين؟ على امراته. ادي واحد. ولذلك كان هذا هو السبب في انه كانت التعدد عند الجاهليه لا حد له. يعني الواحد يتجوز ان شاء الله يكون 20، فلما جاء الاسلام اراد ان يحدد العدد. ماذا يقول في رجل عنده اكثر من العدد المحدد اللي هو 4؟ نزل الحزم وقال: امسك 4 وفارق سائرهم. أضربعة. طب والرسول ليه قعدوا عنده 9؟ أهيد اللي مسكنها لنا مين؟ المستشرقين. نقول لهم: أنتم أغبياء، ومن يلف لفكم من المسلمين غبي مثلكم. شوفوا الاستثناء اللي جه لرسول الله وعنده 9 صحيح، جمع 9. إنما لازم تفهموا أن الله قال له: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يعني إن ماتت واحدة ما تقدرش تجيب واحدة ثانية مطرحها، إن ماتوا كلهم ما تجيبش حد. الله. طب تعالى بقى، طب غيره من أمته يتجوز 4 ونطلق واحدة يجيب واحدة، مش كده ولا لا؟ ويطلق 4 ويجيب 4 و4 الله. يبقى إيه؟ يبقى رسول الله ضيق عليه أم وسع عليه؟ وهم يقولوا: لا ده 9 يا ابن الايه. خد بالك لازم تفرق في اللغة بين الاستثناء في العدد وبين الاستثناء في المعدود. رسول الله استثني عن أمته في عدد، عدد 9 يعني له 9، ولا في معدود هم 9 ده لهم بس؟ ده لهم بس. يبقى ده استثناء في العدد ام في المعدود؟ لو كان استثناء في العدد كنت تقول الكلام ده صح، انما ده استثناء في مين؟ بحيث لو انتهى المعدود لا يحل له. يبقى رسول الله ضيق عليه، ما تظلموه. خلاص كده حال الاول. وايضا حين يمسك الرجل 4 ويفارق سائر الزائد، يعني الزائد ده يروح فين؟ يتجوز. كان عنده 5 ولا 6 وطلق 2 وابقى الواحد، الاثنين يروحوا حد يتجوزهم تاني، مش كده؟ حد حرم ايه؟ لا يتجوز. طب اذا رسول الله امسك 4 وساب 5، اين تذهب 5؟
ما دام أمهات ولا يحل لأحد أن يتزوجها، يبقى من الخير أن تبقى مع رسول الله ولا لا؟ تبقى مع رسول الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما دام هو أولى بالمسلمين من أنفسهم يجب أن يكون رسول الله إيه؟ هو أولى من هو أولى، وهم يبقوا أولى من مين؟ من رسول الله بنفسه، بحيث إذا أراد رسول الله شيئا يمشي كلامه. ليه؟ لأن زي ما الرسول أولى بالمسلمين من أنفسهم ردوا له الإيه؟ ردوا له التحية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بس لا تتعدى الأم بس هي. ولذلك لما ستنا عائشة بيقولوا لها النبي أولى بالمسلمين من إيه؟ من أنفسهم، قالت كلام صح، وأزواجه إيه؟ أمهاتهم، فلها إيه؟ أخت، تبقى يعني تحرم؟ ما تحرمش. لو وجد لها بنت تحرم، على الغير ما تحرمش. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. كلمة الأرحام مأخوذة من الرحم، الرحم اللي هو مكان الايه؟ الولد، وهو جنين في بطن ايه؟ في بطن أمه. أولى ببعض ايه؟ ليه جادي؟ قال لك لأن الإسلام في أوله حينما هاجر المهاجرون وتركوا أموالهم وديارهم ونساءهم وذهبوا إلى المدينة، لم يشأ أنصار رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى الأزواج، فمن شدة الإيثار جاء الواحد منهم إلى المهاجر وقال يا هذا أنا عندي أكثر من زوجة، انظر إليهن، فمن أعجبتك طلقتها أنا وأخذتها أنت. لون من الإيثار لا يمكن أن يوجد أبدا، لأن الإنسان يجود على صديقه أو على من يعرف بأي شيء في حوزته وملكه إلا مسألة المرأة. فالصحابة بتوع أدي الإيثار الحق صحيح. وبعد ذلك كان النبي يؤاخي بين المهاجر والأنصار، ومعنى يؤاخيه يعني إيه؟ يولدي يرثه. فلما أعز الله الإسلام والمهاجرين كل واحد منهم وجد له طريق مسعى للحياة، قال لا، رجعوا الميراث له إلى الإيه؟ إلى أولي الأرحام، ولغى مسألة الميراث بالإيه؟ بالمؤاخاة. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. خلاص كل حاجة استقرت، وكل واحد شاف معايشه إزاي، وكل واحد رتب أموره، واللي كان عنده أزواج بقت مهاجرات، إذا جاءك المؤمنات إيه؟ مهاجرات، وبقت الأمور استقرت. الرحم ده بقى أولو الأرحام يعني تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ بضعة اللقاء حتى من آدم. ليه؟ لأنك أنت لما تبص تلاقي كلنا من مين؟ مش من آدم وحواء؟ معاوية لما دخل عليه واحد، دخل الحاجب على معاوية فقال له رجل بالباب يقول إنه أخوك، قال له بقى أنت حاجبي ولا أنت مش عارف إخواتي؟ يعني معقول كده؟ قال هكذا قال، ادخله. فدخل الرجل فنظر اليه معاويه فقال له اي اخوتي انت؟ قال اخوك من ادم. معاويه ذكي، قال رحم مقطوعه والله لاكونن اول من وصلها. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. يعني الجماعة المهاجرين والأنصار ما خدش فيها، ولا إنما لما يحضر حاجة زي دي ادوا له حاجة من عندكم تطوع ولا لا؟ وإذا حضر القسمة قولوا الإيه؟ القربى واليتيم، فارزقوهم من واكسوهم وقول لهم قولا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. في الكتاب اللي هو أم الكتاب اللوح المحفوظ
أو في الكتاب اللي هو القرآن زي ما قال إيه هنا إيه أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى عامة لموكب الرسل جميعا فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. ساعة ما تسمع وإذ يعرف أنها ظرف لحدث، ظرف لحدث، وإذا نخلى ظرف لحدث. لما أقول إذا جاءك فلان فأكرمه يبقى الإكرام معلق بإمتى؟ بالمجيء، بظرف المجيء. وهنا إيه؟ وإذ أخذ، كأن الله يقول اذكر إذ أخذ ربك، اذكر إذ أخذ ربك. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، من النبيين ميثاقهم كلام عام جمع النبيين، ثم فصله بعد ذلك فقال: ومنك، مش كده، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق؟ الميثاق هو العهد يؤخذ بين اثنين. وكيف أخذ الله الميثاق؟ أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين مسح وأخذ وقال أشهدهم على أنفسهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم إيه؟ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ده الميثاق الأول. ثم اصطفى الله من البشر رسلا. حين يصطفي الله من البشر رسولا، هل الاصطفي ده عشان يبقى رسول الله ويخطب ربنا ويقول له عشان يبقى يعلم الناس، حد ما يقبلهاش ولا يقبلها؟ يقبلها. يبقى قبوله الرسالة يبقى كأنه عهد من الله أنه أصبح رسول. يبقى أخذ الميثاق معناها إيه؟ أن الله اصطفاه وقبل المصطفى هذه الإيه؟ هذه. يبقى ده هو الميثاق، لأن مسألة إجاب وقبول كلها. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق النبيين، ومنك ومن نوح. منك ده خاتم الرسل، ونوح الأب الثاني للبشرية، لأن بعد آدم كان آدم مع ذريته وأولاده، وبعدين جت حادثة الإيه؟ الطوفان، وبعدين قام الجماعة المؤمنين بقوا كلها في السفينة ونزلوا، فيبقى الأب الثاني للبشرية، لأن البشرية كلها من سلالة مين؟ من سلالة آدم أولا، وبعدين انقسموا إلى مؤمنين بنوح وغير مؤمنين، غير المؤمنين غرقوا والمؤمنين إيه؟ بقوا، تبقى الذرية اللي بقيت من مين؟ ولذلك يقول لك ان بتقول الرسول عليه الصلاه والسلام رسول عام للبشر. طب ما هو نوح كان رسول عام للبشر، ام قال لك مش رسول بعموميته جاهنا، ده عموميته لخصوص المرسل اليهم لانهم كانوا جماعه في السفينه. انما ذوك اخذها في كل زمان وفي كل ايه؟ وفي كل مكان. هنا بقى ومنك ومن نوح، جاب الرسول الاول وبعدين جاب نوح، مع ان نوح قبله. قال لك الواو عادة لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، الواو لمطلق الجمع، ونظرا لأن المخاطب رسول الله فقدمه، والمخاطب بهذا الكلام. وبعدين مسك مين؟ جاب نوح. أم قال لك لأنه يعتبر الأب الثاني لإيه؟ للبشر. طب وموسى وعيسى؟ أم قال لك دول لأنهم كانوا ديانتهم معاصرة لرسول الله. اليهود إيه؟ في في المدينة، ونصارى في نجران، وهم دول اللي أهل كتاب وكانوا بينهم وبينه على الأول. طيب موسى ما قالش ابن مين، ولما جه عيسى قال ابن إيه؟ ابن مريم. دليل على أنه يؤكد الأصالة في الإنجاب، الأب أصل إن وجد مع الزوجة، فإن لم يوجد الأب تبقى الزوجة. ما في الزوجة لمين؟ ما في الزوج لمريم، يبقى هي الأب ولا لا؟ هي اللي نسب إليها عيسى ابن مريم. ولما يقول عيسى ابن مريم تجد إن دي لها تأثير في المسألة الأولانية، حينما
بشرت مريم بانها ايه هتولد كذا وتولد كذا وبشرها قالت ايه؟ قال لم يمسسني بشر. الله لم يمسسني بشر. الله طب هو ايه لم يمسسني بشر؟ طب ولم يمسسني بشر دي تيجي ازاي؟ هتيجي ازاي؟ قال لك دي جايه في الاعجاز، لان احنا قلنا ان طلاقه القدره ما تتوقفش على ان يكون الانجاب بشكل خاص، مش ميكانيكي. خلق ادم من لا اب ولا ام، وخلق حواء من ام ولا اب، وخلقنا جميعا من اب، وخلق سيدنا عيسى من ام دون اب، فدارت القسمه العقليه، فكان طلاقه القدره لا حدود لها زي ما هي عايزه. طب قالوا لها مين اللي قالك بقى ان الغلام هيجي بدون ما يمسك بشر؟ اللي قالك الحكايه دي منين؟ انت لما ابشرت بغلام اسمه المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم، قلت لا يجيني غلام من غير ما يمسكني بشر. طب ومين اللي قالك انك هتخلي فيه كتم غير راجل؟ جبت دي منين؟ قالت ده فطنه بقى مريم. فطنتها ايه؟ حينما قال الله اسمه المسيح عيسى ابن مريم ولا جابش ابوه، يبقى هي هتولده من غير راجل. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، او ان المساله بتاع ومنك ومن نوح برضو التقديم له معنى، مش لانه مخاطب بس، او لان بيتكلم عن طبيعه الازل. مش قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين؟ نعم. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى. ايوه ما قلناش إبراهيم. طب وجاب إبراهيم ليه بقى؟ قال لك لأن إبراهيم كانت العرب تؤمن به وتعلم إنه هو أبو الأنبياء وهو اللي مش عارف إيه وهو اللي، لأنه له علاقة بالكعبة ورفع القواعد والمش عارف إيه. فإذا هو إيه؟ جاب نوح لأنه أبو الإيه؟ البشرية الثانية، وجاب ابراهيم لان العرب بيعتقدوا ايه فيه ونقلين حاجات كتير عنه لانه له صله بالبيت والمش عارف والمسعى والذبيح والذبيح الى اخره. وموسى وعيسى لان دول لهم اتباع موجودين فين؟ في الجزيره الايه؟ العربيه. واخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله طب ما هو واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم، وقال اخذنا ميثاقا ايه؟ غليظا. غلظ الميثاق انك انت توثقه وتقول لهم انتوا هتتعبوا واممكم هتضطهدكم فانتم لازم تتحملوا ومش عارف ايه، يبقى ده معناها الميثاق يبقى ايه؟ يبقى مؤكد. ولذلك لم يوصف الميثاق بانه غليظ الا في هذا وفي مساله علاقه الرجل بالمراه حين يطلقها وقد فرض لها مهرا، نقوم نقول ادي لها مهرها ولو كان قنطار اديه لها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ غليظ، لأن المواثيق قد تجي فيما دون العرض، إنما ميثاق في العرض هذا ميثاق قوي قوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.